داوود يا هبش واحد وناس ملك دون قدر كتشوف تكون سود هذا برنامج كم حكوا بحي برنامج كم حكوا بحمر ربو حق سوق هذا ناقض بعد سلنا مركز سوق تاجي هلا فرق عيونه مضيع واحد حرتنا كم مضى مدحونا هتروح جاي تشوف الآن السوبر ما هدير أو كسوق المجال هذا دولو قبل كجدو طبعا بريها واحد مقليسين أما اللي بدأ بريبا أفرق لا تكسع على صورنا في نيوسي أما ور كسوق سبون هذا قبل كسوق ليه إذا ما هذا بدهم بسوق لي أو ده كيتوبيا يقولي بحارد جود قبل أيام كوري صدورنا ملعونا هروح جاه سوبر ما هدير سوبر كسوق دوا برامج مع كوبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواب سلامي وأنا مع استنتهي ولوهي سوبر ماركو جوه رئيس حالة الجودة قبل كجدو بل وربي حنا قصي ما دام أتصلي هالكاس كده قلت مقالة دولو ملحونا بل وربي حنا قصي جودة هان حالة الجودة قبل رون هانتي كده لا لا صعدا سنة قدم بي قبل كان جدو دبتوين بدن هي كسرذي حتى عرقلت سياسة ذهت أدولد الفدرال كصور رستي مقالة ذكر بهاري هي أيضا والرب شعوك شعبك إن الوجه تشوفه وربطان كودي وحانا أهين أي سعوتي لبا إسبوع هذا إسبوع جمعي هرول صوت أفاي إلا جمعهان أو أدل سعوتان إني حرين هين قدوميه كربهاري عيدا مدي كدو السنايو عن مقعابي أو طليع يتلي كحيين كدراويش تعن مقعابي أيضا أرين سياسة ذهت كربهاري وحرين هين رونهانتي شعب قص ددين جبلان قارهان قبل كان قدو دولة دي فدرال كأي وحي وأركان عدو كسو دولي وصيد الله سعطان بدولان سحة ودبعتها يا ملحتو يدي كربهاري عيدن كي قوقب صدين أيبو أحمد مدوبة دكينا وغتو تشوبان ربا محالة عادتك كوحيرين وأفضوب دك كوحيرين يهين إلا الآن أنا وحمس كمال نسو إستاكي أي سنشرين ومالن كي هادرتان رؤي طبانات أو يحيرين يهين دكاتي كوحيرين كربهاري واي ان سوبري دكا كلا marka la fiiriyo waxa jira warar sheegaya farlaatiga saxda soo dhaafay magaalada joogto doorow in ciidamada awood leh oo dhanka Ethiopia ka yimid ay ka soo gudbeen oo aan ahayn kuwii Amisom ka hawlgalay xaaladu ay soo qurux badnayn Soomaaliya iyo Ethiopia wadagta xiisada ka dhaxaysa iyo sida meesha xaaladu marayso arintaasii maxaa ka jira sidaas arim wararkaas warba jira waxa jira horta durano waa laga roonyahay in propaganda iyo waxa jira mar walba la iska sheego سيدا الله سعده هذا التشر عيسان أما عن واحد لين عقل سليم كسلو قبو دولت تدرال كصومالية أيها إسكاشي محل على تدرال كعلي كسيدا كلاس أي حتى دولت إثيوبيا سيدا أي إذا ما إثيوبيا ويشوغا دولة ويشوغا يكشوغان ذنك كله توجر بحر يميل هذا نوح يشوغا إذا ما ذي أدمس بيشوغا وح كسترة أو هذا أنا إذا سود دولة أما إذا إثيوبيا نقول كيسو كلاش عدرو أما سيدا كتشوغيان بوطاق نقاق أول وحي كدوان أن أرقلي ميتشفتو دولة الفدرالة الصومالية يتوبية أرنت بحتال أرنت بالماسيريد ويهاد إرتان قاب بالماسيريد وبهاد الوحا لنايا ولي دولة دي ما أي سقران وحي كقارتي ميتشفتو هشيز كي أي لقى الشي وها إلا إسكاشيغا اللا دقالن كأرق حيسيدا قناع سيدي سيئي قلبي عادي لأسعطا أناقا حتى وحا أن أرقلي كلي وحي تحي قاب كي بالماسيريد إنو سعدو أناقين وحا taaka oran karna ma jirto dawladdeena wax dhaqdhaqaaq oo ay calaash wax ay cadeysay ma jirto marka dadka propagandada laga daayaan leenahay anaga dhibaatooyinka haysta iyo xaqabadana haysta waa dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidankii naga qaadatay oo xad gudub nagu sameeystay oonan noo ogaleen inaan si dadkii ay caashan qayahoodi iyo masiirkoodi ay ka tashan karaan dadkii la jujubayo lagu qasbayo waxay san rabin dhaqaale lagu siinayo karaamadii laga qaadayo runahan waana waxyaabaha aan leenahay madaxweynaha waa cadeeya maanta inuu Soomaalinimada iyo midnimada uu raadinayo waa inay marka hore ka bilaabmataa dadka uu madaxweynaha u yahay wixii uu u dhaartay intaas waxa ay Sheekh Maxamuud kama hayno waxaan jeclaanayaa anaga dalka dadka ka jecel waxaan jeclaanayaa madaxweynaha inuu ku soo noqdo inuu u adeego dadka arintan ee Soomaaliya lagu soo xad gudbo madax banaanidiisa lagu soo xad gudbo taakan aan laga qaadan karin sidaas baa anaga qabnaa fikirkeena waa cad yahay aragtideena way cadahay laakiin dawladdii qaabka ay u shaqeynaysa ayaa waxay tahay qaab ay dadkeedii iyo dalkeedii dayacday ayna farilaanta saacna dawladda noogu tahay dawladda Itoobiya iyo sida hore u sheegay heshiiskaas waa jira heshiiskaasna waa heshiis sharciyeysan oo dawladda gashay wax ka duwan oo hadda dhaqdhaqaaq ma jiro taas waa propaganda marka suubanay waxaad leedahay ciidamada Itoobiya la sheegayo oo dowlad ka soo gudbay bondada dowlad ka soo gudbay waxa la sheegayo waa propaganda miya hadana leedahay adoo waliba dowlad u joog
ciidan way joogan oo ciidankaas jooga hore u joogeen oo waa la wada ogaa laakiin wax kastaroo hadda soo gudbay oo waxyaabaha la sheegay wax ka jira haba yaraatee ma jirto ciidanka ethoobiya qaabkay kusoo galeen waa la og yahay markay dowladda federaalka soomaaliya qaadatay ciidankii noo joogo ciidankii xogga dalka soomaaliya ee ka qaaday degaanadan balad xaawiye doolo ay ka qaaday 3,000 oo ciidan ee meeshaan ka qaatay hubkiibay qaadatay wax walbay qaadatay markaas ayay waxay ka sheegay heshiis iskaashiga maxaa la dhahaa dowladda ethoobiya markaas qaar baa kasoo gudbay oga soo gudbay inay calashan abrigii ilaaliyaan maadaama meeshii laga bixiyey ciidankii ilaalinayay markay soo gudbeen kadibna heshiis saxa lala galay oo loogu galay iskaashiga maxaa la dhahaa la dagaalanka argagixisada marka wax ka cusub oo arrintaa kasoo calashan ka duwan oon aragna ma jirto isla same timena dowladdii meel ay ku kansashay arrintaa ma jirto horta waxaa ogaataan dowladda weli arrinta balmaasiyeed bay ku jirtaa arrintii may kansalin ciidankii ay dalka soo gelisay maysan kansalin safiirkii dalka kama ay bixinin ganacsigii ma joogsanin marka wax kaloo barobagando ahoo la sheega ma jirto waxaa lagu jiraa qaabka balmaasiyeed marka qaarkoodna aan ilaa limid aan ku amaanayno dowladda qaabka ay u martay subane afka waxaa ku dhufatay in dowladdii federaalka ay ciidamada xuduuddii kenya iyo ethoobiya joogay gobolka gedo labada xuduudlana ay kasoo qaadatay weliba technikadii dabaabaadkii iyo ciidamadii ay isticmaali jireen ay kasoo daabulatay mar hore haddii xaaladdu isbedesho gobolka gedo waa gobol xuduud koowaad lale dalka ethoobiya haddii inkays xaafaddu isbedesho oo xiisadan hadda taagana ay sii kululaato technikadii iyo gaadiidkii dagaalkana laydinka soo qaatay maxaa idin yaala idinka run ahaantii annaga markasta waxaan aaminsannahay nabad arrinta soomaaliya iyo ethoobiya waxaan aaminsannahay in nabad lagu xaliyo haddaan hub haysan lahayn iyo haddaan ciidan haysan lahaynba aniga ahaan aragtidayda way caddahay aragtidayda markasta waxay tahay nabad iyo horumar sidii calashan east africa looga gaari lahaa wax kastana waxaan qabnaa in lagu xaliyo qaab maxaa la dhahaa diblomaasiyadeed aniga ahaan taas baan aaminsanahay teeda kalena waxaan rabaa ummadda soomaaliya inaan u caddeeyo annaga xuduud beenaadkii weeye sidii horo waqtigii 1977-kii maaha maanta dadkii nool bay haystaan waa degeen gelinka shanaad waa meelaha ugu maanta horumar badan ethoobiya inaan maanta dadkeeni dagaal iyo khalqal la geliyo ciday dan ugu jirto ma jirto maxaa yeelay si kastoon xuduuddaas beenaadka oo naloo sameeyo annaga aan ixtiraamayno aan annagana waxaan rabnaa dowladda ethoobiya inaa dhulkeena u ixtiraamto baddiisa iyo dhulkiisa u ixtiraamto xuduuddii ay ingiriiska calashan ay gumaystihii sameeyeen marka qaabkaas diblomaasiyeed oo adduunkii dhan isku raacay oo ethoobiya lagu yiri ka joogsa waxa lagu yiri in lagu wadaan qabnaa marnaba in lagu degdego dagaal ma aaminsanin marnaba annagana dhankeena ahaan inaan dagaal ugu degdegno inta ma dhacaysa maxaa yeelay waxaa ka faa'idaysanaysaa shabaabbaa ka faa'idaysanaysaa soo adduunka dhan bayna ku tahay maarat arrin dhibaato leh inay shabaab arrintaa ka faa'idaysato marka mar walba waxaan qabaa haddana waxaan rabaa inaan duraano ku caddeeyo caadifadii ethoobiya soomaaliya laysku kala bejisiin jiray ninka soo xiray waa abiir ra-iisul wasaare hadda jira weeye tii uu soo xiray in hadda haddana la bilaabo oo caadifad cusub dadka ethoobiya dadka soomaaliya la kala geliyo wax roon ma aha ethoobiya iyadaa dhibaato maanta ku jirta siyaasadeed dhankeeda kaga jirta ma qaba marka aniga ahaan sideedana anaga ahaan waxaan ku talin lahayn in aanan marnaba labada dhanba annagoo la talinayn inaanan dagaal gacan ah inuusan dhicin danna annaga nooguma jirto maadaama xuduuddii dadkeeni degan yihiin anigoo rabitaankii shacabka iyo dadkay u nahaya dan kuma jirto ethoobiyana dan uguma jirto shacabkii nala dhashay oo dadkeena ahaa oo gelinka shanaad joogayna dan uguma jirtoborinayo marnaba ma aaminsan inuu dagaal inuu dhacay lakin subra dhankaa marka la firiyo iyadoo dagaalkaas faa'iido uusan lahayn uu dhaco lakin damaca ethoobiya waad garan kartaa oo mr abey dhankaas iyo xeebihii iyo waxbaa jira marka haddii xaalada su xumaatan de dowladdu barru gacanta kuma haysanayso qaab diblomaasiya qaab walba way dadaalaysaa dhankii ay gacansaar la yeelan karta la yeelanaysaa sida wararku sheegayaan marka soo kuma muuqato lafirkood bal xaaladaas in la wada dejiyo oo isaguna uu ka tanasulo arrintaas macalinka weyn oo halkaasi addis ababa fadhiya run ahaantii waa anigo kulehba waxaan ku yaaday abiya wuxuu maanta taariikha ku gashay oo ku qaatay awoodka ku qaa nabadda ku qaatay inuu maxaa la dhahaa waxyaaba badan bedelay isagoo saas ay tahay oo waxyaabaha ugu horreeya annagaan ku ammaanayna ay tahay caadifadii ama wixii xungurfadii ethoobiya soomaaliya lagu kala bejin jiray uu baabi'iyey in haddeertaan meesha uu ka bilaabo asaga dan uguma jirtaan xiri tan kalena waxaan qabaa qaabka ay dowladda u maraysa inaysan ahayn qaab saxa haday hataso dowladdii inay arrintaa ilaaliso saylac iyo dhanka badda waxay geyn kartaa ood walba waxay geyn kartaa dhanka badda ay ka ilaalin kartaa dhulka iyadoonaan la dagaal ay dhicin un kaa gacan naga
سين كرتا إنترناشنال كوميونيتي عن كعنا سين كرا مرت عليه وحان قبعة قاب إذا ما ضبط ده اللي حوشيو ما دام إذا ما دي إثيوبيا عن كهان يقول كأصول كلام إسكاشي على دجال عن كأرجع بحثنا أنت علشان ووحنا وضع لبعتنا وضع ووحنا الكل لبعتنا وضع ما أهل دجال عن كأرجع بحثنا إن تير كوضع شقينا ما كتدي من عيدا طب حلقه أنا جن عيدا نلاص ما يحرية دين إن هم شان قبسان كنا نلاص ما ي سلسان تايم هذا كبد إن ذلك اللي بيشاع أو الكل يجليه وين هذا دون كم كي يقلا سها سو كلاط هذا إن بد ما يشكو لي هاي أكاسن هذه إنها لقاه والكل أو عشان أيضا نبض المرة بالفير اليوم سوبرني هذا قوم مدحنا نروح إلى تشبلان ومدة أرنتاسي قبل قدر تشوفي مدحنا أحمد دوبي تشبلان ليجلي شرعيا الدولة الفدرالية كاي عالم كامسين إن تشبلان وتشوف مقالة كسماي برهير على هذه كل تشوف مقالة الدولة حيث هذا بدم باتشرة جبلان سياسيين تدين هشيس معه قانا ده يكون كلاشران عرض مسهلنا يا رب أو يا كلا قبل كان جبلان ليرا بالعرض أديك يبرنا عرض من حكاية كذا بيسافر سلاد هذا بالربع سجلت سويدين لكن أنا هان وقعدي ما أنت يتو إنترناشنال كينا ما عدينين قاقي أحمد مدور الليغة اللي بدور الدفتر على الصومالي أكري ما أنا أيدين أيضا مال إقعد ده يصي مرة والبواشرة مال إقعد ده يصي دولة فدرالية الصومالية أحمد مدوح إنه ليجل بريسنت تبي شو بلان أيها ما تشرتو هاي اللي مدحويني كوري مدحوينها وتمسيه لبدي سنة ويسوق دماغتي لبدي سنة ما كي يسوق دماغتي أحمد أوتوماتي اللي إنه سن مدحويني هنا يا قدرتي سنة بين ولا يستجد رأيي وهذا مرة يا وهي بقى هاد ارتان أو أفضوبك أو نتي علشان محمد عايشي أو علشان الو وقاس اللي مدي الو كان يقاف سياسي الو كان أو أنت أساسا ندتك الدجان كانت كن مروا من شهابيني بحد أرتان السدي وقالوا حال الرواء أنت لا تحيي إلا الله السدي هذا أنا مرة بعد دور شكله أنا صحيحين قال وأنا وحيابه تشوف لنا المستقبل كذا إياه الله حري السياسيين تشوف لنا إذن المرة أركان إن إذا دولة الفدرال الصومالية أي قيد كتاي دولة كينيا أي قيد كتاي معي هذا دولة كينيا وأنا ركتاوش أحمد مذوب كلا يدورين شحران يشوف ونك عبد الرشيد ها إيش رضي؟ مرك واحد صار دتك عبسي بالقلي سياسي أنت عبسي بالقلي قفل بينه سقوها اللي كرندنه دتك يصير ماشي دستورك ونجلس تري دتك إن أيوه هذا كتر شدان وقد الدستور إيه؟ شبه لهم حلاقي شقينا أيوه ذي كتر شن كريم حتى نسيت الله صعدته شبه ذي تحقق ما مقنته أو شو بقولك كلايستا مرك أحمد مدوله وحيابه ماشي كوع عونا أو شرع درده وحي تاي أرجل إسره أو لش قيسنا أو ماشي كوع يسا dowladda federaalka Soomaaliya oo la shaqeysanayo ajaanibyo badan oo la shaqeysanayo oo dana khaas ku yeeshay marka nin sharciyeysan ma aha dowladdiina qaab ay ku sharciyeysay ma jirto waxaan marka aniga oran lahaa madaxweynaha sharci aniga dowladdiina sharci ay awoodda ku shacabka iskale walaay doortay walaay dadbeed brood waxaan Hassan Sheikh ka hadlin arintayda ka hadlin marka dadmina xuquuq haweenka ma laha saan doonaa haweenka ka yeelayna subban waa haween waan tilaabsanayna ninkii tamaayo dhaqanka u ahaayo ugaasta calaasho ugaasna waxna haashi ma aha ba maanta la kaxaysanaya waxay ceeb ku tahay dhaqankii Soomaaliyeed ba ceeb ku tahay jiritaanka umada Soomaaliyeed ba ceeb ku tahay qof ha weena in intaas oo sanad la isugu tagay ayadoon mar walba nabad u taagan marka run ahaantii ceeb badan oo ragga Soomaaliyeed ku soo socota taariikh Soomaaliye qori doonto abdii jana baad soo hadal qaaday oo muddo lagu laa magaalada Nairobi laakiin ilaahay ma dhis wal soo celiyay soo badqaba عشان يا كده بي أنت كوكتين حق أنت كوكتين أنا ما أسمح يوران ستين يا كده بي عشان قلقب شدي سيا إن لواي والله يا كده بي أنا علشان ما عدين كنا لكن common sense بابو حي تهاي بتي قفكي أنت الإسكاب دوب طلع إسكاب أنت أصلا مع الموضوع إسكاب عشان وكير ووح هذا common sense قفك عقلي ظلها عقلي سنين كسو شيء كنا مع الواقف ولا عادي كنا مركي حيستقي مركي كربها عري لويرري وإشكو أختي لوي waxyaabaha soo dhumay cadeynaysa in group dan interest ay ku haysta kismaayo ku haysta oo Axmed Madobe jiray inay dadkii jajoobayaan qofkan yeelina Nairobi waxay noqotay waana ayaan darada jirta oo maanta anaga run ahaan maanta dawladda Ethiopia oo cadeynaysa calaashan dagaalka ka taleef maanta laga sheegayo dam baahida sheegta ay ku imaatay wayna qaldan aniga kuma dhigo ku saxsantahay maleey laakiin Ethiopia nama tusin dam aan waalan oo qofkii aan interestigayga socon waa xiranayaa tan doonaan ka yeelaya waxa u jajuubaya rabitaankayga ku jajuubaya oo waxa ugu shaqeynaya danahaas nama tusin marka ito Kenya dhaqanka fooshaxan oo kasoo maanta Kenya waxay adina haato wadmada ugu dimuqraadiyaysan Afrika
أيدي بقى ما تحرر أي تدك أو حرر أي أحمد مذوب على روانا أرينا حد إن أي أحمد مذوب سير يسوع حوك سير يسوع برضه فدرال كسوما اللي أنا أيدي بقى والله شقين نساء أيدي نقاب كيو كله شقين نساء أو أيدي تدك عن حد حرين بقى واحد قدم بيا واحد هاي ساوى حلوة قبل تراوي international ka inay ka dagaalamaan waarta international ka meesha aan rabno anaga inay waarun arinta ee badda marna ku maraxdani oo aan arin cadeynay in baddeena madax banaanida aan lagu soo xadgudbi karin aan lagu soo xadgudbi karin kala qaadan karin laakiin tan madax banaanida aniga ayada lagu soo xadgudbi karaamadeena baa lagu soo xadgudbi sharafteena baa lagu soo xadgudbi maali ilaahay keen anaga baa haddana leey waa la idin dilaya aniga hadda xubaha isoo gaaray waxay tahay haddaan meesha banaanin waa in la idilayo oo dawladda federaalka Soomaaliya ay idilayso maanta kursiga iga ma qaadi karaan madaxweyne ma tidi ma dhigi karaan oo qof madaxweyne ah oo la doortay sanadii 8 bilood baan joogay wax kasto aan ahay xuquuq aan leeyahay inay ka hadlaan baad inay idilaan ma ahayn marka maadaama ay waxaas oo dhan aaminsan yihiin wayga kaliya oo aniga laygu wareejin karo garbahaareyna haddeertaan qabsashada ay qabsadeen waa uli geli weyn wayga kaliya laygu wareejin karo super adoo raalli haddii lagu gacan geliya al-shabaab see ka u soo badbaaday kuna hanti ila dilaad inta waxaan uga soo badbaaday waxay tahay meesha markii ay igeeyeen meesha magaalada xisaabey ku taala waxay u dhawdahay xabiibey u dhawdahay meesha inay shabaab tahay dad baa ogdadna ma ogaan umarayn oo wali caada ciidanka meesha hadaan ka sheekay ciidanka waa magaalada muqdisho oo taleefankaygii baa la isiiyey waxay i dhaheen waxay saakay dhigaan inay ii wanaagsan yihiin inaysan dhibaatayn doonin markaan dareemay inay dhibaato igu wadaan oo nimankan taleefankana iga qaadaan rabaan ayna maalmaha ay isaakay dhigayaan dad wanaagsan oon shakiyey baan life galay life markaan galay anoonan ka sheekayn maa dadkii tusay ilaahay amarkii soomaali waa istaqaanaay dad baa cabdeeyay ninka inuu shabaab yahay ilaasagiba kaamiradii aha kaamiradii ay u qaban buma qaban kaamiradii laakiin si kale kaamiradii u qabatay markii kaamiradii qabatay inuu shabaab yahay markii la arkay asagiina maxaa la dhahaa baabuurkiibaa ka halaabay uu igu kaxayn lahaabaa ka halaabay baabuurkii asagoo samaysa ugu dhaqaaqay baa qayladii dadkay qayliyaan baa waxaa lasoo diray wiil familkayga ah wiilkiibaa u diray oo yidhaahda awalna kay meesha igu soo gashteen oo idabeed inay meesha igula qaataan wiilkiibaa yimid waa la baxayaa buu yiri waa la baxayaa markuu yiri kii meesha joogay baa wuxuu lama bixi kartid oo ninkiiba jooga waa gardarantuu ku yiri bixitaanku ka anigana waaba soo qaada waa la baxayaa markuu yiri gacantaaba ku dhagay ilaahay baa iga soo bixiyey qof bini aadana oo meesha soo baxay ma jirto meesha haddii lagu gayo waa kuu dhammaatay qof bini aadana dadkii ku jiray waxay igu dhaheen nin wuxuu igu yiri meesha ku jiray meesha lagamaba baxaba gabar masaakiin oo lagu kufsado lagu dhibaateeyo ilmo kaga soo dirmeen meesha lagama baxay tiri lagama baxo marka arintaasi waxaad ku eedeynaysaa weli la shaki qabtaa dowladda federaalka waxaaba igeeyen nin ila cismaaniin ila igeeyo qaliyii dhamaayo hadda ciidanku hadda garbaaray dhibaatada ka samaynaya waogtahay dowladda internationalka waa ogyihin wax qarsoon ma aha cidinay baarto rabto ma jirto afkaa wixii dhan laga titiramaya marka ninkii baa lasoo celiya xasan sheekh ninkii aniga hadda waa kanaa life bank waxaa kugula hadlayaa hadalkii qarin mayo hala baaro hadda waa lagu dilayaa baa la ileeyahay la iiga bajinaya kasoo bax meesha la ileeyahay wayna dhexaysaa because waa arkay waxa la wixii la sheego dadka noo soo sheegaan waa xaqiiqo
القبض بان كله قضي القبض بان كله قضي حسن شيخ إيو أحمد مذوبي محمد حاشي هذاي كحيستان وماشي جاي محمد حاشي من سقوقات سهين بان حتى هنا عشان محمد حاشي تشرعيا بوقاس فوق هين سوبري كل نقاب سياسة سوبري كم إما نقاب في بروتوكول كوب أها هذا نتذكر إني وقاس ما يستان بالذيا بيجي سوبري أذ بكون ما لنا برافك أنا قرأت غلط وقتي بعد تراري أنت سنكملنا قول يشرف يوناجنا وكورتشينينا واتسفر لا ده هاي هنا الروح جاه وحوي تشالنج بضمبات كل جرتها تشالنج سياسات هدي لك لنا معان إقرار لا بد هو اللي إنك استوى هادين اللي بحرميه كبر صوم على يده هم وينه تهاي أمارتي تشعل إني ضد كذي ومضى الحكومة كامس أدم كم هذا اللي أنا بحرك أنا قلقت قادتي برنامج كم اللي من تحكم الدولة أنا جاي يقولي بالسوبر نودي تروح عند لنا سداسي نبي فلو دلعك دي شرتنا وحقينا بليه هم بليه هم بليه يونس إذن هاي سألابتا وحنا اللي قسمي ألابتا عنتية فيتامين إسكوتشرة وحينا داوة وطهي حنون نبضا السيدة معانك ليكاركا كالسترولك ميسان لمستا بيركا برور تفوش يوليب عدرك لأو أفرا بضا هادبا كجار شركة يوني سيتي أو إذن ديارسي ألابتا أكل وقيمها بضا هادي آد دلك تشوكتو يهدد دمدس تشوكتو واد دلك يوكي أيضنا و الوصول وين هي دليفر عيان الوصول دري دونا هدي عبد الكد بديس تشوتي وبلده فوق دلك يو كي كجار شركة ده طبعا يوني سيتي كلام حرير نبرة شاشة ده كقرن مريم وأحاول ده كوصل هي شركة ده كلام حرير شاشة ده نمبر كقرن